السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشتغل مع بعض حروف الجر الخاصة بالدول والعواصم والمدن وما شابهها. كنا اشتغلنا قبل كده حروف الجر الخاصة بالمكان لو تفتكرها. والنهاردة إن شاء الله هنشتغل حروف الجر الخاصة بالدول والعواصم والمدن. فركز معايا بلايك. بداية اسمها لي بريبوزيسيون حروف الجر، اسمها لي بريبوزيسيون حروف الجر. طب تعال معايا ازاي شباب؟ اول حرف جر مهم جدا تتعامل معاه اسمه ام، وبعد كده ا، وبعده بيجي حرف جر او، وبعده بيجي حرف جر او او اكس. كل دول شباب معناهم يا اما في يا اما الى، يا اما في يا اما الى. حرف جر التاني اسمه دو او دي ابوستروف، او نفس الكلام دو او دي ابوستروف، او دي مذكر او دي الجامعة بنوعين، لكن كل دول معناهم يا اما منا يا اما عن. معنى كده ان دول معناهم في والى، او و ا و او و او على اكس، او دو دو ابوستروف، او دو دو ابوستروف، او دي او الدي بتاعت الجامعة، خاصين بالدول والعواصم والمدن وما شابه. لازم يكون لهم مكان يا جماعه، لازم يكون لهم مكان جغرافي مقصود بيها دول وعواصم ومدن، ده اصلا. طب هتعامل معاهم ازاي؟ افتكر ان اول حاجه الام بتاعت القارات والدول المناسبه. يعني لما تحتاج ان شاء الله في اولى، في اولى بتيجي مع الدول المؤنثه والقارات المؤنثه، الدول المؤنثه والقارات المؤنثه. ايه المقصود بالدول المؤنثه؟ يعني اخرها ايه؟ المقصود بقارات مؤنثه؟ يعني اخرها ايه؟ طيب والأ مع العواصم والمدن. اما تلاقي عاصمة او مدينة اديها اه وانت مستريح، بمعنى في او لا. وكمان الدول المذكرة وبضيف عليها كير القاهرة استثناء، يعني هي بتيجي مع كير وفيوم وسيناي، لكن احنا عايزين كير بالتحديد، هي الموجودة في منهج كتير. وبتاعت الجامعة بنوعية، لما تبقى الدولة دولة جامعة زي الولايات المتحدة، زي الامارات مثلا، الامارات. طيب معنى كده ان الاولو والدو والدي ابوستروف باختلاف المعنى طبعا للقارات ودول المؤنثه، وان الا والدو والدي ابوستروف باختلاف المعنى عواصم ومدن، وان الاو او دي عشان الدول المذكره والقاهره، وان الاو او الدي بتاعت الجامعه عشان الدول الجامعه بنوعي. كان الموضوع سهل جدا. طب نركز مع بعض كده. اول حاجه اون فا، نحن نذهب، او اونجو نحن نلعب، او نبيت نحن نعيش نسكن. الامثله دي كلها اون فا نحن نذهب، المفروض نذهب الى، يعني انا عايز القريه بتاعت الام بمشتقاتها. طب نلعب، نلعب في اسيا، نلعب في افريقيا، نلعب في فرنسا. ونبيت نعيش نسكن في فرنسا. ايه هما؟ اولا عندي ازي وافريك واوروبا، ازي وافريك واوروبا، فرنسا وسويسرا وبلجيكا وايجيبت والمانيا وايطاليا. ركز معايا كده، هي ازي وافريك واوروبا عباره عن ايه؟ قارات. طب قارات مذكره مؤنثه، ركز كده هتلاقيها قارات مؤنثه. امال دول ايه؟ دول مؤنثه. فرنسا دوله مؤنثه، سويسرا دوله مؤنثه، بلجيكا دوله مؤنثه، ايجيبت مصر دوله مؤنثه، المانيا دوله مؤنثه، ايطاليا دوله مؤنثه. كل دول اخرهم الاو بتاع التانيس، واضحه جدا ما فيهاش حاجه. طب ايه كمان؟ ماروك، المغرب دوله مذكر، ليه مذكر؟ ما فيش اخرها التانيس. سنغال، السنغال دوله مذكر، ما فيش اخرها التانيس. برتغال، البرتغال دوله مذكر، ما فيهاش اخرها التانيس. برازيل، البرازيل ما فيش اخرها التانيس. مكسيك دولة تشبه المؤنث، لكن في الحقيقة المكسيك مذكر. وخلي بالك منها. وكير أنا قلت القاهرة عاصمة مذكرة استثناء مش بيحصل ياما. طب وإيه كمان؟ إيطاليا، الولايات المتحدة دولة جامعة. إميرات، الإمارات دولة جامعة. ألب، جبال الألب. أونتي، جزر الأونتي في البحر الكاريبي. بيبا، هولندا
دولة جامعة. هولندا بيبا الأراضي المنخفضة دولة جامعة. طب وإيه كمان؟ لندن عاصمة، أوعى تقول لي عاصمة جامعة، هي لندن جامعة إزاي؟ هي الاسم الأساسية جواها. باري عاصمة أو دولة أو مدينة، عاصمة أو مدينة، أوعى تقول لي فيها اسم جامعة، لا مش اسم جامعة. العواصم والمدن مالهاش دعوة بجامعة. روما في إيطاليا، ألكسندري في مصر، طنطا، لوكسور، سوهاج، أسيوط، أسوان، كل دول عواصم أو مدن، عواصم أو مدن. يبقى عندك قارات ودول مؤنثة وآخرهم دول تانيث. عندك دول مذكرة بالإضافة إلى الكام القاهرة. عندك دول جامعة وأماكن جامعة، وعندك عواصم ومدن. طب واحدة واحدة كده نمشي العقل. يلا بينا. خلينا في أول حاجة أون مع القارات المؤنثة والدول المؤنثة. الأم مع القارات المؤنثة والدول المؤنثة. أون. طب إيه كمان؟ ماروك تاخدوها دول مذكرة. طيب الجامعة هتديله أي إكس؟ مفيهاش حاجة، دول جامعة أو أماكن جامعة. طب العواصم والمدن؟ قلت لك العواصم والمدن هتاخد أ، هتاخد أ. أهي الأ. طب افرض قلت لك نأتي، يعني ايه أوفيا؟ نحن نأتي، نأتي يبقى نأتي من، نأتي من، يعني من؟ من يعني الدول أو دي أبوستروف، وكلهم لازم يبقوا دي أبوستروف. آسيا دي أبوستروف، أفريقيا دي أبوستروف، أوروبا دي أبوستروف، مال فرانس دو، وسويس دو، وبلجيك دو. أرجع لمصر تاني دي أبوستروف، أرجع لألمانيا دي أبوستروف، أرجع لإيطاليا دي أبوستروف. يبقى السواكن كله دو، والمتحركات اللي بدأت بمتحرك دي أبوستروف. الموضوع مش صعب. طيب وهنا دي مع مذكرات، كل دول مذكر، هاتوا دي من، نأتي من. طب ايه كمان؟ الجامعة هيبقى دي الجامعة. طب العاصمة دول ترجع تاني دو، وكلهم هاتوا دو باستثناء الكسندري، اسكندرية عشان بدل الحرف المتحرك هتبقى دو أبوستروف، مفيش حاجة. بص الصبورة تاني. أنفاق نحن نذهب المفروض إلى، يعني إلى يعني الأم بأشكالها، أو الأو بأشكالها، أو الأو مع جمع، أو الأب. الأم مع القارات المؤنثة والدول المؤنثة. الأو مع دول المذكر باستثناء القاهرة عاصمة مذكرة. الأو مع دول الجمع. الأب مع العواصم والمدن، ونفس الكلام مع الدو. أنفاق نحن نأتي المفروض من، يا دو يا دو أصرف. الجمع يبقى جمع، والمذكر يبقى مذكر، والباقي يا اما دو يا اما دي أبوستروف. خلي بالك. طب نشوف امثله على الموضوع ده. ادي في والى و دول مؤنثه، دول مذكره زي القاهره، اي اكس دول جامعه، عواصم مدن، ونفس الكلام. طب نشوف المثال. اقول لك جيجو العب، المفروض العب في اسيا، يعني في يعني هم. طب اسيا عباره عن ايه؟ عن قاره. طب قاره مذكره ولا مؤنثه؟ مؤنثه. يبقى الاجابه اون. شوف الاجابات، ينفع ا، الار مع العواصم واسيا مش عاصمه. ينفع اي اكس مع الجمع واسيا مش جامعه. ينفع او مع المذكر واسيا مش مذكر، دي مؤنث. ينفع دو، نحن نلعب فيه مش نلعب من. يبقى الاجابه بتاعتك المفروض الاجابه اون. الاجابه اون، اون اسي، بنلعب في اسيا. طب الجمله الثانيه، لا في فيان، البنت فيان تاتي، جايه البنت، جايه، جايه منين؟ من فرنسا، جايه من يعني من، يعني دول اشكالها. طب من الدول اشكالها هتعامل معاها ازاي؟ الدول المؤنثه بتاخد دول، الدول المؤنثه بتاخد دول او دي أبوستروف، والدول المذكره دي، والدول الجامعه دي، والعواصم المدن دي او دي أبوستروف زي دول مؤنثه. طيب ينفع الاجابه او؟ اقول لك ياتي من، مش ياتي لا، مش ياتي في، ياتي من. من يعني دول اشكالها، يعني جابتك يا دول يا دي يا لي يا لي يا دول أبوستروف يا دول. طب هل هي جامعه فرنسا؟ لا. طب بص على الاجابات، ينفع الاو ولا لا؟ ينفع الدي
ما هيش دولة مذكرة. ينفع الدي؟ ما هي دولة جامعة. ينفع الدي الأبوستروف؟ ما تنفعش أصلا، ما فيش دي الأبوستروف مع دول العواصم مدن. يبقى الإجابة بتاعتك هو يأتي دو دو دو، وأدي الإجابة بتاعتك يأتي دو دو فرانس. الجملة بعدها الباس سي فاكونس هو بيقضي أجازته مؤقت باريس، في باريس بيقضي أجازته في أدي في يعني أون وأن. طب باريس عاصمة، العاصمة بتاخد إيه؟ أه ينفع الإجابة تبقى دي، أقول لك يقضي الأجازة في مش من. ينفع إكس باريس مش جامعة. ينفع أقل أبوستروف؟ مفيش أقل أبوستروف مع دول العواصم والمدن. في دو مش من، أه المفروض الإجابة وما تنفعش، وأقل أبوستروف ما تنفعش مش مكانها، والدو ما تنفعش، يبقى الإجابة بتاعتك المفروض تطلع أه. أدي الإجابة بتاعتك أه، بيقضي الأجازة في باريس. مفيهاش حد. الموضوع سهل جدا يا جماعة، إنك تركز بس في حروف الجر دي معنيها إيه، هتلاقي الموضوع سلس. طب إيه كمان؟ جريد أسكن مؤقت مراك، أسكن في المغرب. يعني في؟ يعني القائمة بتاعت الأوم والآر والأو والآر إكس. أسكن في، طب مراك المغرب دولة ولا عاصمة ولا مدينة ولا قارة؟ دولة، دولة مذكرة اللي بقى الناس هتبص لها، مذكرة. طب مذكرة ينفع الإجابة؟ ما تنفعش، دي عواصم. ينفع الإجابة يو إكس؟ ينفع الإجابة دي؟ أنا بقول لك يسكن في، يسكن في الجي مش معناها في. ينفع أو ماروك مش جامعة. ينفع أون الماروك مش دولة مؤنثة، يبقى الإجابة بتاعتك يسكن في أو. أدي الإجابة بتاعتك مفيهاش حاجة. طب إيه كمان؟ إيه شو هو بيلعب؟ بيلعب التازمي الولايات المتحدة، بيلعب في الولايات المتحدة، في يعني إيه؟ يعني القائمة بتاعت الأم والولايات المتحدة جامعة. ينفع دو مش جامعة، ينفع أو دي مش جامعة، ينفع أون دي مش دولة مؤنثة، دي دولة جامعة. أدي الأو مش نافعة، وأدي الأون مش نافعة، يبقى الإجابة بتاعتك أ يو إكس. مفيهاش حاجة. مفيهاش حاجة خالص. طب إيه الكهربائي هو بيشتغل؟ ما أنا قلت لك القاهرة استثناء، تعامل معاملة الدول المذكر. طب ينفع الإجابة أ؟ الدول المذكر ما بتاخدش أ. ينفع الإجابة دول؟ أنا عايز يشتغل في القاهرة، هل الدول معناها في؟ لا، معناها منوعا. ينفع الإجابة تبقى أو المانع؟ ينفع الإجابة تبقى جي؟ أنا عايز في أو إلى، يبقى ما تنفعش جي، يبقى أنا عايز يشتغل في القاهرة، القاهرة زي الدول المذكرة والدول المذكرة بتاخد أو، يبقى الإجابة بتاعتك أوكير أوكير أوكير. إلى قلت يا نحن نأتي، المفروض نأتي من يعني دوب أشكالها، من يعني دوب أشكالها. ينفع الإجابة أو؟ لا، هو معناها في أولى، ما تنفعش. ينفع الإجابة دو؟ رد عليا. دو معناها من أو عن، ما تنفعش. ينفع الإجابة أه؟ ينفع الإجابة أه؟ بس الأ بتاعت العواصم والمدن. هل المكسيك عاصمة أو مدينة؟ لا، المكسيك دولة، يعني ما تنفعش أو، ما تنفعش دو، وما تنفعش أه كمان، يبقى الإجابة بتاعتك دي. شوف الإجابة طلع لك دي، نحن نأتي من المكسيك. جايين من المكسيك. إيه كمان؟ أمستردام إيه؟ أمستردام إيه؟ تعرف أمستردام إيه؟ نقط هولندا، نقط هولندا، نقط هولندا. طب واحدة واحدة معايا. أمستردام يكون في هولندا، في حرف زيادة معلش، كبر دماغك عنه، في هولندا، في هولندا، في يبقى هولندا أشكالها، وهولندا دولة مؤنثة، ودولة مؤنثة بتاخد أون. ينفع الإجابة تبقى دو أو أو جامعة أو دي أبوستروف منو عن؟ ما تنفعش. الإجابة أمستردام بيكون في هولندا، يعني في يعني لون أون هولاند أون هولاند. إيه الفيان مؤقت بيبا هو جاي، جاي من، يعني من يعني القارة بتاعت الدين، وبيبا دولة جامعة. ينفع تبقى مفرد؟ ما ينفعش. ينفع تبقى مذكر؟ أنا بقول لك جامعة ما تنفعش. ينفع ليها أسطوف؟ بقول لك جامعة ما تنفعش، يبقى الإجابة بتاعتك دي
هو يأتي من هولندا الأراضي المنخفضة جدا. والشكل ده الموضوع بقى سهل جدا. لاحظ معايا الأو والأو والآر والآي إكس فيها وإلا الدو والدي أبوستروف والدي والدي الجامعة والدو والدي أبوستروف عواصم ومدن مكررات ودول مؤنثة لكن معناها من أوعى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.